السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. إذا بالنسبة لهذا الشريط خاص بالأولى إعدادي، ويمكن أن يستفيد منه التلاميذ الآخر. إذا هذا الشريط خاص بأولمبياد الرياضيات، غادي نشوفوا فيه واحد التعريف بسيط لأولمبياد الرياضيات، وغنجاوبوا على واحد السؤال: هل ضروري أن أشارك في أولمبياد الرياضيات؟ وغادي أعطيكم واحد النصيحتين في الأخير. إذا بالنسبة للتعريف البسيط لأولمبياد الرياضيات، فأولمبياد الرياضيات ممكن نعطوها واحد التعريف بسيط، كما هناك مسابقات في المواد الأخرى، مثلا مسابقات العدو الريفي، مسابقة تحدي القراءة، مسابقة في الإبداع، مسابقة في الإنشاد، مسابقة. إذا أولمبياد الرياضيات هي واحد المسابقة في الرياضيات، كيشاركوا فيها التلاميذ اللي عندهم واحد الإلمام، وعندهم واحد الطاقة، عندهم واحد القدرات في الرياضيات اللي كتأهلهم باش يجاوبوا على بعض الأسئلة اللي كتكون شوية خاصها الذكاء، خاصها التركيز، خاصها المكتسبات القبلية يكونوا موجودين، يعني التلميذ ملم بالمكتسبات القبلية، وعنده واحد النظرة ثاقبة السؤال من كيطرح عليه. اذا التلاميذ اللي كيشاركوا في هذه الاولمبياد الرياضيات كتكون عندهم واحد الاهتمام كبير بزاف لماده الرياضيات. ما كيعنيش ان المواد الاخرين ما عندوش معاها، ولكن في الرياضيات كتلقاه دائما هو كيسول، كيطرح اسئله، علاش، لماذا، يعني كيفكر واحد التفكير اخر. اذا بالنسبه أولمبياد الرياضيات هي واحد المسابقة كيشاركوا فيها التلاميذ الأوائل اللي كيجيبوا نقاط متميزة ونقاط جيدة في مادة الرياضيات، وما كيعنيش أن اللي ما كيجيبش مزيان راه ما يشاركش، ممكن يشارك إلى الأستاذ ديالو قبله باش يشارك في هذه المسابقة. كيما مثلا غادي تكون واحد المسابقة ديال العدو الريفي، فراه شي واحد ما كيقدرش يجري وغادي يمشي ويشارك في المسابقة، فضروري خصو يكون عنده واحد ميول، خصو يكون عنده قدرة باش يدير هذاك الفعل. وما قادرش يجري وبيدير العدو الريفي فما يمكنش، ولا بيدير الجري السريع وما كيقدرش يجري بزاف، إلى غير ذلك. إذا أولمبياد الرياضيات هي واحد المسابقة بسيطة كيشاركوا فيها التلاميذ ديال الأولى إعدادي والثانية إعدادي والثالثة إعدادي. هذا المستوى الإعدادي فهو تدريب فقط، وكيكونوا فيه جوائز في آخر السنة، وهو تدريب للثانوي، باش من بعد عاوتاني في الثانوي كيكونوا مسابقات أخرى، ولما لا في البكالوريا كيكون واحد المسابقة دولية عالمية اللي كيشاركوا فيها التلاميذ من شتى الدول. نمر إلى السؤال التالي: هل ضروري أن أشارك في أولمبياد الرياضة؟ أنا كتلميذ مجتهد مجد، يعني عندي قدرة على المشاركة، واش ضروري نشارك ولا لا؟ هو ماشي ضروري باش ولكن يمكن أن ممكن تفلت على راسك واحد الفرصة تعطات لك، غنجو ليها في الأخر، وهي النصيحة اللي غادي نشوفو في الأخير. إذا ماشي ضروري، ولكن خاص لابد تكون عندك واحد الفرصة تعطات لك، خصك تقتطفها. إذا بالنسبة للمشاركة فهي كتبقى التلميذ حر، إما يشارك ولا ما يشارك. النقطة ديال أولمبياد الرياضيات ما كتغير لك حتى شي حاجة في لاموين ديال النتيجة ديالك، يعني إلا جبتي نجحتي تقصيتي اللي درتي ما عندوش حتى شي علاقة بالنقطة اللي كتحط لك في النتيجة. بمعنى المشاركة فهي غير فقط لسبب
صقلي الموهبة ديالك. المشاركة في أولمبياد الرياضيات هي صقل للموهبة، صقل لهذوك القدرات اللي عندك، هي توظيف القدرات اللي عندك، واش نيت وظفتيهم ولا لا. كيكونوا تمارين تعطي لك واحد الفرصة ديال ساعتين كدوز فيها واحد الامتحان، وكت تشوف واش نجحتي، واش نجحت ولا ما نجحتيش، وكتبقى ممكن تكون واحد ثلاثة المراحل، كيكونوا ثلاثة المراحل في السنة اللي كتبقى تشارك فيهم، والعام الجاي عاوتاني إلا كنتي من الناجحين كتعاود عاوتاني تشارك إلى غير ذلك. إذا هل ضروري؟ ماشي ضروري، ولكن لابد أن يشارك التلاميذ المتميزين. فماشي نكون أنا تلميذ متميز ونقول ما نشاركش. إلا قلت ما نشاركش فهنا بحال كنقصي راسي من واحد الحاجة اللي أنا الحق ديالي هذيك، فضروري خصني نشارك ونعاود نشارك ونقلب على فين ما كانت شي مسابقة بحال هكا فممكن نشارك فيها. أمر مباشرة إلى نصيحتين. النصيحة الأولى راه تكلمت واحد شوية عليها في هذاك السؤال، اغتنم الفرص. تعطات لك الفرصة فما تقولش ما عندي ما ندير بها. إلا تعطات لك فرصة فضروري خصك تغتنمها. ففي راسكم واحد المثال ديال واحد المليونير جا عندو شي صحفي وبغى يسولو، فبغى يسولو زعما كيفاش وصل لهاد هاد الدرجة ديال الغنى اللي وصل ليها. فقبل ما يبدا معاه عطاه واحد الشيك، قال ليه بعدا كنكتب شي، كتب المبلغ اللي بغيتيني نعطيه ليه. قال ليه ودي راه انا ما جيتش باش نقول لك زعما تعطيني ولا كذا، حتى قال لي صافي. اذا هنا اشنو هذا هذا الصحفي ولا هذا اللي تعطات لي واحد الفرصه ما اغتنمهاش، ولكن من بعد صافي قال لي هذاك صافي، قال لي انا هكا وصلت هذه الدرجه، الفرصه اللي تعطات لي كان اغتنمها. فهنا ملي كتفتح ليك واحد المبادره واحد المسابقه فخصك تمشي ليها باش تبين على القدرات ديالك، تبين على الطاقة اللي عندك، وباش تسقل الموهبة ديالك. النقطة الثانية عدم الخوف. كاينين تلامذ اللي الآن مثلا في الأولى إعدادي كيتخوف باش ما يجاوب على حتى شي سؤال في أولمبياد الرياضيات. صحيح راه ممكن تعطي لك الورقة وما تجاوبش على حتى شي سؤال، يعني ما غاديش تقدر ساعتين وانت في القاعه، والتمرين الاول ما تحطيش على الفكره، والتمرين الثاني الثالث والرابع لقيتي دوك التمارين صعاب بزاف، ماشي مشكل. علاش؟ وممكن نجاوب فقط على سؤال واحد في اولمبياد الرياضيات. راه ماشي ضروري التلميذ يجاوب على جميع التمارين باش يكونوا زعما صحاح، فممكن يجاوب على تمرين ولا جوج تمارين ولا سؤال واحد. يقدر يجاوب على سؤال واحد ويجيب فيه خمسة النقط، وواحد اخر يقدر يجاوب على جميع التمارين ويجيب فيه صفر. علاش؟ لان ممكن تكون طريقة خاطئة، وهذاك عطى واحد الوقت لواحد السؤال وجاوب عليه يعني بذكاء، وجاوب عليه مزيان وجاب مثلا ديك خمسة النقط. بمعنى الخوف اولمبياد الرياضيات ما انت كاع بعدا اصلا ما خاسر والو، انت راه غير دوزتي واحد المباراه بتجرب راسك فيها فقط، ماشي ف سواء نجحت لما نجحت ما عندك حتى شي مشكل. وبالتالي لما الخوف؟ علاش انا غادي نخاف ما نجيبش النقطه؟ ولا هو صحيح تقدر زعما، وكاينين بزاف ديال التلاميذ كانوا كيجيبوا 20 سيغ 20 20 على 20 في الفروض وكيمشيو لأولمبياد الرياضيات وكيجيبو صفر. لماذا؟ لأن التمارين في أولمبياد الرياضيات راه ماشي بالضرورة زعما تكون انت تلميذ كتجيب 20 على 20، راه ممكن طيح لك الفكرة وتلقى الجواب ديال السؤال. إلا ما طاحش لك الفكرة في ديك الساعتين للسؤال فراه تقدر ما تجاوبش، واخا تجاوب غتقدر تجاوب جواب خطأ. وبالتالي أنا ما عندي حتى شي حاجة باش نخاف
من اولمبياد الرياضيات، هي ماشي شي بوعو ولا شي حاجه اللي كتخلع، هي واحد الفرد نقدر نجيب فيه نقدر ما نجيب، جبت فيه مزيان ما جبت فيه مزيان ما عنديش حتى شي مشكل، وما يخلينيش باش ما نبقاش نبقى زعما ندوز المرات الاخرى. ما جبتش مزيان وشت راسي باقي عندي ميول وبغيت نشارك واحد الحماس فيا، ممكن نعاود نشارك ونطلب طلب باش نعاود نشارك وندير مجهود. هو كل الخوف باش نحيدو الخوف كندير مجهود، كنخدم التمارين السابقه، كان ندير بزاف ديال لي زيفور المحاولات، وكندير بزاف ديال لو طرافاي باش نتدرب على هذوك الامتحانات اللي كيكونوا صعاب الى غير ذلك. ما عرفتش ليهم، كنشوف الحلول، كنشوف دي فيديو بالنسبه لهاد القناه فيها دي فيديو اللي ممكن تستعملوا بهم، كاينين دي فيديو كاينين دي زيكزيرسيس كوريجي منهم، كان بدا نتعلم بشويه بشويه حتى كنولي مزيان وكنولي كنولي احسن واحسن في هذا المجال. حتى لا اطيل عليكم الى شريط اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.